ساعات وتنطلق مباريات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، والتي تبدأ بمواجهة قوية بين منتخب مصر ونظيره الدنماركي بطل العالم في النسخة الماضية. يدخل الفراعنة المباراة بأمال المصريين وطموح اللاعبين في مهمة الوصول لنصف نهائي المونديال. مواجهة اليوم بين المنتخبين تعيد للأذهان أربع مواجهات تاريخية بينهما سابقة، حيث التقيا في المونديال عام 2003 في الدور التمهيدي للبطولة، وفي نسخة عام 2009 التقيا أيضا في الدور التمهيدي. أما اللقاء الثالث بين منتخب الدنمارك حامل اللقب منتخبنا الوطني فكانت في نسخة عام 2017، وكان اللقاء بالدور التمهيدي للبطولة، وأخيرا النسخة السابقة في عام 2019 في الدور الرئيسي للبطولة. فازت الدنمارك على الفراعنة في المواجهات السابقة، إلا أن المنتخب يدخل لقاء اليوم بطموح ودوافع مختلفة، ومدعما بعناصر الناشئين أبطال العالم والشباب أصحاب برونزية العالم والكبار أبطال إفريقيا، لتحقيق حلم الوصول للمربع الذهبي لمونديال مصر 2021. ويتنافس ثمانية منتخبات في ربع نهائي مونديال اليد، وهم إسبانيا والمجر من المجموعة الأولى، والدنمارك وقطر من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر من المجموعة الرابعة. وتقام جميع المباريات اليوم، وتبدأ بلقاء مصر والدنمارك في الساعة 6:30 مساء، بينما تقام مباريات فرنسا مع المجر وإسبانيا ضد النرويج وقطر أمام السويد في الساعة 9:30 مساء، لحسم منتخبات المربع الذهبي في البطولة المقامة في مصر من 13 وحتى 31 من يناير 2021. مرحبا حضراتكم. زي ما بنقول كده عندنا مهمة كبيرة جدا النهاردة تحديدا، وهي مباراة منتخب اليد أمام الدنمارك بطل العالم في ربع نهائي مونديال 2021. زي ما بيتقال المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ومش سهل أبدا على الإطلاق عشان برضو نبقى صراحة. خلينا نتكلم في التفاصيل دي كلها، وفي نقاط ومحاور كتيرة كمان عايزين نناقشها مع دكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس اللجنة الطبية بالاتحادية. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. فؤاد، وجود حضرتك معانا مشرفنا ومنورنا. الله يخليك. وعايزين يعني قبل يعني استاذنك طبعا في البدايه قبل ما نروح لمباراه اليوم، وهي طبعا مباراه في منتهى الاهميه بالنسبه لمنتخبنا، بس انا عايز اسال حضرتك في البدايه بشكل عام رؤيتك، وبالمناسبه بعيدا عن عضويه حضرتك في اتحاد مجلس اداره او مجلس اداره اتحاد كره اليد، كمواطن مصري حضر وشاف تنظيم مصر لفعاليات مهمه وكبيره بالشكل ده في ظروف استثنائيه بالشكل ده، استحداث امور جديده زي الفقاعه الطبيه، حرص السيد رئيس الجمهوريه على حضور الافتتاح، رئاسه اللجنه العليا كانت للسيد رئيس مجلس الوزراء اللي كان حاضر كمان المباراه الاخيره، يعني حضرتك شايف كل هذه الامور كمواطن ازاي؟ بصراحه استطاعت مصر ان تبهر العالم كله، الاوساط الرياضيه والاعلاميه والميديا بهذا الانجاز العظيم. يعني بطولة كرة اليد المونديال الحالي دي بطولة من العيار الثقيل، ان يقام في مصر بطولة بهذا الحجم 32 فريق على ارض مصر لاول مرة، خصوصا ان احنا تعودنا ان يبقى دايما 24 فريق، والبطولة الماضية كانت مقسومة على دولتين، المانيا 12 فريق والدنمارك 12 فريق. شوف النهاردة احنا 32 دولة على ارض مصر لوحدها فقط. مصر عملت إنجازات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية قبل البطولة، إنجاز ثلاث صالات كبرى وعظمى ومجهزة تحديث عالمي بها كل أنواع التقنيات العالمية، يعني صالة العاصمة الإدارية، صالة برج العرب، صالة 6 أكتوبر التي أطلق عليها اسم صالة الدكتور حسن مصطفى، ثم التحديث الذي تم في استاد القاهرة ومجمع الصالات. دي إحداث بنية تحتية غير عادية بتقول إن مصر تستطيع إنها تعمل أي حاجة وفي أي وقت. الحاجة قلت إن البطولة دي بتقام في ظروف استثنائية جدا، ظروف الكورونا اللعينة اللي كل دول العالم في الوقت اللي كل دول العالم بتقفل وفي هناك مظاهرات في أوروبا بسبب الكورونا، إلا إن مصر
مصر السيسي بتفتح ذراعيها لاستقبال كل دول العالم، أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا وأسيا، كلهم جايين على أرض مصر، ومصر بترحب بيهم جميعا على أرضنا الجميلة. بنرحب بيهم في أحضان النيل، بنرحب بيهم في أحضان الأهرام، وكل دول العالم وكل رؤساء الوفود وكل رؤساء البعثات أشادوا بالإنجاز العظيم والإقامة الطيبة اللي أحاط بها الشعب المصري وهم بالكرم الكامل. جميل جدا دكتور محمود، وعجبني ان حضرتك باصص للناس كمان يعني. يعني لا كويس جدا. طيب هروح مع حضرتك لان في نقاط برضو زي ما كريم بدا، هي حاجات كتيره مرتبطه بالمونديال. هنتكلم عن المنتخب ولا هنتكلم على الموضوع اللي كان خاص بسلوفينيا يعني اللعيبه، ولا هنتكلم عن تهنئه الرئيس ولا الفيديو كونفرنس اللي كان بالامس مع سياده الوزير؟ حضرتك يعني في نقاط كتير، ابدا بقى. تمام. بس بص لنا بقى. أنا لابد أن أبدأ بالتهنئة الذي أرسلها السيد رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب، يعني فور تعادله مع سلوفينيا وصعوده لدور الثمانية. الرئيس السيسي قال: أهنئ أبناء المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف، كما أؤكد على دعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر، باعتبار أنها من أهم الركائز في بناء الإنسان المصري المعاصر، متمنيا لمنتخبنا الوطني في صنع إنجاز جديد. الرئيس بيتمنى أن مصر تتربع على عرش كرة اليد العالمية. على نفس السياق برضو، امبارح كان في لقاء عبر الفيديو كونفرنس للسيد وزير الشباب الذي لا يهدأ ولا ينام، أستاذ الإدارة الرياضية بحق وحقيقي. تمام. كان في لقاء امبارح عبر الفيديو كونفرنس مع أعضاء المنتخب القومي والجهاز الإداري، وكان معاه في نفس اللقاء الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري والكابتن حسين لبيب مدير البطولة، وقال لهم: اللي انتوا عملتوه خلال هذه البطولة أسعدنا وجعلنا نفتخر بكم وجعلنا نطمع في إنجاز جديد لكرة اليد المصرية. وقال كمان أن كل الاتحادات الرياضية في كل دول العالم الآن تفكر في إقامة هذه البطولات على أرض مصر، وبالفعل اتحاد الرماية فعلا بدأ ينظم بطولة الرماية على أرض مصر. ده ما قاله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. شعب معنوي جميل جدا. طبعًا يعني يبقى طبعًا اللاعب شايف ان القيادة السياسية سواء سيادة الرئيس والوزراء وزير الشباب والرياضة، ده غير طبعا الجمهور المصري العريض، فأعتقد دي كلها حاجات يعني كويسة جدا بتضيف معنويا للعيبة، يعني أعتقد بتعمل عامل كبير كمان. طبعا أنا مبسوط إن البطولة دي أظهرت وجه مصر المشرق، الوجه الحضاري، مصر الجديدة، مصر الحديثة. فعلا الدول ديت اللي ظهرت الاهرام، لان كنا قاعدين في فندق المينا هاوس في حضن الاهرام، الناس اللي في الفنادق اللي بتطل على نهر النيل شافوا مصر العظيمه، ودي دعايه جيده جدا للسياحه في مصر. 32 دوله شوفوا اكتر من كده بكتير، ولكن ما باليد حيله نتيجه طبعا جائحه الكورونا وانعكاساتها السلبيه على الرياضه بشكل عام وفي العالم بشكل عام. انا يعني خلينا بقى نروح مع حضرتك لمباراه النهارده، مباراه في منتهى الاهميه. توقعات حضرتك ايه في هذه المباراه، وخصوصا في ظل اصابه حارس المرمى الرئيسي للدنمارك؟ البعض بيرى ان هذه الاصابه كانت نتيجه قرار الكثير من القرارين، واللي القرهم اتى ثماره في صوره اصابه لهذا اللاعب. طبعا بتمنى له السلامه بطبيعه الحال. انا عاوز اقول برضو كلمه صغيره عن فريق الدنمارك، ومش بخوف الشعب المصري ولا بخوفكم ولا حاجه. الدنمارك هو بطل العالم في المونديال الماضي 2019. تمام. البطوله بتاعتنا دي كسب كل المباريات حتى الان، هو اكثر تهديفا في المباريات، حراس المرمى بتوعه شالوا 53 انفراد. تمام. هو عندهم حارس مرمى اخر بنفس مستوى حارس المرمى الاولاني، عندهم هانسن احسن لاعب في العالم. تمام. فاذا دي ده بالنسبه للدنمارك، لكن احنا مش اقل منهم ابدا. احنا الفراعنه، احنا استطعنا سلوفينيا اللي كانت كسبانه في الشوط الاول فرق 4 اهداف وبعد كده بقوا فرق 5، استطعنا ان احنا نتعادل، واستطعنا ان احنا نخرج
يعني كنا قبل الماتش بدقيقة واحنا كنا كاسبين فرق اثنين وتعادلت سلوفينيا، يعني احنا مش اللي تعادلنا مع سلوفينيا، لا سلوفينيا هي اللي تعادلت معانا. فانا يعني انا بشيد باداء اللعيبه بتاعتنا بخبره اللاعب الدولي احمد الاحمر لما كان بيهدد لاعب وقت ما نحتاج التهدئه ويسرع في اللعب عندما نحتاج الاسراع. طبعا محمد سند اللي ما فيش كره راحت له في الوينج اللي ما جابها، ممدوح هاشم اللي على الدايره كل الكور اللي كان بتوصل له كان بيسجلها، يحيى خالد، حاجات اسماء الواحد عايز يقولها، الطيار كريم هنداوي اشتالوا كور غير عاديه وكور مفاجئه جدا، احمد هشام ميدو ثبت اقدامه، ثبت اقدامه في الفريق بقوه تمام. يعني اذا الحمد لله احنا عندنا ثلاث اجيال في الفريق، في الفريق بتاعنا قدامى اللاعبين زي اسلام حسن، زي كريم هنداوي، زي احمد الاحمر، عندنا الناس المحترفين زي محمد سند، زي خالد يحيى، يحيى خالد، زي احمد هشام ميدو، زي ممدوح هشام، عندنا الناشئين والشباب اللي دعموا الفريق تمام. فاحنا عندنا ثلاث اجيال ماشيين مع بعض بالتوازي، الكبير بيعلم الصغير. الكبوه اللي حصلت لنا في ماتش السويد تمام، كبار اللاعبين هم اللي قعدوا مع صغار اللاعبين وشباب اللاعبين وطمنوهم وقالوا لهم نتصرف ازاي وادوا لهم الخطه اللي يقاوموا بيها على الاقل نفسيا، لان العامل النفسي هام جدا في هذه اللعبه شديده الاحتكاك سريعه النتائج، يعني بيحصل تغيير في نتائج من فرصه لفرصه وهكذا. طيب دكتور محمود، نروح لنقطة برضو مهمة، وحضرتك رئيس يعني اللجنة الطبية بالاتحاد، وما حدث أنا ذكرته سريعا مع لعيبة سلوفينيا وادعائهم بأمر ما بعد انتهاء المباراة ما بينهم وما بين منتخب مصر، فخلينا برضو نوضح النقطة دي عشان الناس تبقى عارفة. حضرتك أنا نمرة واحد بحتة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، أنا عاوز أشيد بالدكتور محمد شوقي رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر. الدكتور محمد ده هو اللي شايل على اكتافه العبء الكبير لهذا المنتخب، ما بين علاج الاصابات، ما بين ان بيعملوهم ريكفري واستشفاء، حمل تقيل انا جربته ايام ما كنت طبيب المنتخب ورئيس اللجنه الطبيه في الاتحاد. برافو يا دكتور محمد، هايل يا دكتور محمد. كل الشعب المصري طبعا هو بيشوف اللعيبه بس في الملعب، ما بيشوفوش حضرتك، لكن انا بأشيد بيك وبأشيد بأدائك، ان المباريات بتاعتنا كلها بنلعبها من غير اي لعيب ما بيقولوا عليه مصاب او متاخر او بشكر الدكتور محمد شوقي على الاداء بتاعه. نروح للنقطه اللي حضرتك قلت فيها، بتقولي ادعاء، فعلا هو ادعاء، لالا منتخب سلوفينيا قاعد في فندق موجود معاه اكتر من خمس ست فرق، كل الناس بتاكل نفس الاكل، بتشرب نفس اللبس، فما حدش فيهم اصيب ولا حد اشتكى. ثانيا لو كان عندهم شكوى كانوا قالوها قبل المباراه، يعني قبل المباراه لم يشكوا من شيء، الشكوى دي جت بعد انتهاء المباراه وبعد ان هم فقدوا الامل في الصعود لدور الثمانيه. الحاجه الثالثه ان انا عاوز اشيد بوزاره الصحه والدكتوره هاله زايد وزيره الصحه اللي رعايه هايله ومغطية البطولة، سواء وضعت البروجرام بتاعنا اللي هو بروجرام الفقاعة اللي أبهر العالم، سواء الرعاية الطبية للمنتخبات داخل الفنادق. يا جماعة في الطب الوقائي بقيادة الدكتور علاء عيد اللي زار الفنادق دي وخد عينات من كل التغذية، خد عينات من المية، خد عينات من حمامات السباحة، عمل كشف طبي على كل العمال، شغل كبير يتعمل يا جماعه. ما ينفعش يبقى في عندنا ثغره، الناس عامله حسابها لكل الثغرات والحمد لله لم يكن هناك ثغرات، عشان كده انا بقول دي كانت ادعاء وليست حقيقه. جميل، هو للاسف احنا محكومين بمده زمنيه يعني مش طويله ويعني لا تتماشى قوي مع اهميه الموضوع اللي بنتكلم فيه، بس على الاقل احنا النهارده سعيدنا جدا وتشرفنا بوجود حضرتك معانا وبنتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله نسعد جميعا بنتيجه مرضيه، ويعني الامل يعني موصول في ان احنا ان شاء الله كمان نحصل على هذه البطوله زي ما حضرتك اكدت قبل كده كذا مره، يعني رجالتنا قدها وقدود ان شاء الله. شكرا لحضرتك لوجودك معانا. شكرا، ونتمنى الفوز لماتش النهارده ان شاء الله. يا رب شكرا يا مسهل. وقبل ما نختم سريعا جدا عايزين برضو نقول للدكتور حسن مصطفى يعني شكرا لما قدمه لكره اليد المصريه. والله دكتور حسن مصطفى هو استاذنا واستاذ الاجيال، وهو اللي ارسى كرة اليد الحديثة في مصر،
هو اللي حول كرة اليد المصرية إلى كرة اليد العالمية. أيامه فزنا ببطولة الأمم الإفريقية وفزنا بالتالت على العالم الله يرحمه الكابتن جمال شمس، والأول على العالم بطولة الشباب، وفزنا بالرابع على العالم في العظماء السبعة. وعاوز أقول إن الأجيال بتاعته اللي كانت بتلعب في عهده وهو كان رئيس اتحاد هم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. هشام نصر كان لاعب في منتخب مصر أيام كان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد، مؤمن صفا كذلك، الكابتن عبد الوهاب كذلك، عمرو فتحي كذلك، أنا كنت طبيب المنتخب أياميها، فأنا بقول له أبنائك يا دكتور حسن هم اللي رافعين راية كرة اليد حاليا، ولك أن تفخر بهم كما نفتخر بك دائما. طب بشكرك جدا دكتور محمود، وهنروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. زي ما قلنا بقى هنحلل شوية كده اللي حصل مع الأهلي لأن في كلام كتير لازم يتقال. اتفضل.